بمجمرية درجة يور أبابا دم نجس نووي عندي ثنو متاتبو يميلون حديث كسمان بوهالا كزام بوهالا جزاكم الله خيرا أستي تنتاني إنما لكتال عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أسماء من تلالك رضي الله عنها عندي سيتيو نبيات صلى الله عليه وسلم زند متأجنا عندها على الشاشو إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به على الشناطيك من على الشي صحابية عندهاتشن انجلي سيتوشن مالتوانو يور أبابا ودم لبسواني نكابات هال اندي تارر غوال نو انجلي عنداند مونيوش عنداند يالا واكي وشن نبالاتشو اندال قواتشو كزيبا فيت بزو انانتن وندموشين اهتوشين كتمهرتو لماراك سايو قطو يدمو اياو وقم لهوني شلال لمن دنو أمهون بزي ساعات سلا ور أبابا سلا ودو سلا سلاة متاورو لد لمن أتاك أجوتم يمالتي أكل لمن دنو زاقا انت غليتا قرلوال زاقا وغليتا أسروال زاقا بزي وطوال زاقا غريال تمرطم بلا شو آك أجواتشو يمالتي أكل لمن إيه النقر بزي ساعات الناقر ليلا نقر لمن أتاستمرو ميلال سو دينون أوقو دينون تررتو سيابك آنو ودليل أنا قرمي أسبب إني أغنى صلاتات جنب بسراتو ألمدن ألاوكن ودو أجنن غنى بسكتو أوكن يتقبرن ورل ملزانو من نمارو النمارا لن انكتلا لن الله يقرأ لن يا رب العالمين إنام يور أبابان استي صحابو جنديت اندت أيكو النزا بطام مياسا زلو وندمو جيبياو قنورو إنن قال بالتنا قرو نبرا صحابو نبي زند مدتو عندي سولكم مقارنة لمس إيش صحابية أسماء من عليك يهون إجسيتي يهون بيقامت أجكونه سولكم مالنا عندما تتوقف بعائشة حديثم عند جناب ليلة حديث ياكي أسماء بنت أميس مسألك لكن كنا دمو دمون ندال لكن لمس ينكهم إيه دمستي يتايلين يور أبابانو ويس يور أبار لما ألقوال على لكم إنيا ينزيه تكتاوج يبولتك ينوج يا اكتيفيستوش ين اغالي ين اغالي تكتاوش ايدلا ديناتشن انما ربت اثنى كاكون نلاتشوال انم منا لتشي سيت نبي غارمت اشنى انداتشن يور ابابا لبسوان بنا كابات اندي تادر غالي بلو نبي اشنى صلى الله عليه وسلم طيب نبي صلى الله عليه وسلم اندي بلو من رسول الله قال تحطه ثم تقرصه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه بلوما لسلات يا نبي صلى الله عليه وسلم يا نبي صلى الله عليه وسلم قال اطر متن بكي ملك تمي السلال اللب بلو من ألوات النبي صلى الله عليه وسلم قال تحطه ثم تقرصه بماء ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيها هنا الحديث تنتنن النم الكتب حيض ويدغمو يور أببا الله سبحانه وتعالى بسيطوش الناتوشاتشن اهتوشاتشن لجوشاتشن لا اندكسات يادر رقو وراوي دمنو النامي هي يور أبابا دم ايه حديث اندم ياكد ملاكتونا ليلو شم حديثوش اندم يام ملاكتوت متاتب قديتا اللبتكونا نجسن امالتن سلزي نجسن امالتنو وهو دم طبيعي يخرج من الأنثى في أيام معلومة في الغالب وهو علامة على بلوغها وسيأتي مزيد بيان في صفته في كتاب الحيض بإذن الله تعالى إيه يور أبا بادم بتوسن ساعات
يسيت لجلا يميكسات نو إيهي دقمو أكما هيوان مدرسوان يمياسا ينا يميا رقاقت نو أبزان يو نجدي يمتا بأبزان يو بغزي لمتا إجلال زت أي نعمت أسرامت لمتا إجلال كتنان توري أندت ملكت نو أنام إيهي يور أببا إيه يا ور أبا أنديت نو ميتات أبا ولبس بينكا ينكا لبا أبزانيو أوكي أنام أنديت هون أنديت تات أب أنديت لارجو برا إتش صحابي يطيك نبي صلى الله عليه وسلم تحطه مالت بفتح التاء وضم الحاء والتاء الأخرى مع تشديدها أي تحطه إيش بفتح التاء وضم الحاء والطاء الأخرى مع تشديدها أي تحكه وتقشره بحجر أو عود حتى تزول عين الدم ليهون غسله بالماء ما يالو لموج تحطه مالت با هنا نجار تفقفقوان لج بدنقاي لهوني جلال بنشت نجار لهوني جلال بآتوا لهوني شلا النام تفقف في قوان لج لمن دمو اندي وقت يدمو وانو اكالوي لنكا يمي شلو اندي وقت لبسو تطوتو يكررو ساهم كلا يمنا يونا لفقف في يمي شلو اندي فقف في النام بما تبو سرعات لايم اندي كالنو علو ثم تقرسه بالماء قال نبي صلى الله عليه وسلم ثم تقرسه بالماء مالت بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء مع الصاد أي تدلك الدم بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل ويخرج ما شربه الثوب منه منالو يعني عندنا سو من مسرات الزين دمي ما طالك أشي منالو تقرصه بالماء مالت تقرصه بالماء مالت ركعتو كومين بنامن أقومنا زم بلاتشو لب بلاتشو سمو لب بلاتشو إلا ما نمل سنداسات وني عندي عندما سنابتاك على رباشو إن شاء الله إنام تقرصه بالماء مالت بوها وها قديمة جمرة فقفقت شوب هون نجر بجهون بطاعت معلتنو ويدق مو بنشات ويد بدنقاي بهون نجر تفقفق أوكي أهم مجمرة من دونو ميدرقو معلتنو مجمرة يفقفق على معلتنو أوكي كتفقفق بهالا وها يدرق بتنا يتوسل ياهل وها يدرق بتنا أهونم يفقفق على بج طاعتوش مشاف لاي كوها قار مجمرة يالو وها أهون كوها قار يفقفق على أو لب بل وهون وها ترر قبت ولا تنيا ولا وها ترر قبت يفقف قال ما لثنو لمن لبسوس إجباو لبسو يتطاو دم أندي وطا لبسو يتطاو دم أندي وطا نو ما لثنو ثم تنضحه أي تغسله وقيل المراد بالنضح هنا الرش كما هو معروف في معنى النضح وأن الغسل موجود في الحديث في قوله تقرصه بالماء وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب ولو كان لا دم فيه لقطع باب الوسوسة من قالوا مجمّر يا لاي بجوا بدرقوا يفقفقال ويبنشت ويبنقاب هنا نقل يفقفقال كذا وهي الرجبتنا وهي الدرقبتنا يتطبال معناتنو يتفغفغ كزيا وها يچمربتال تنضحه بالماء مالت بوها تطبوالچ يقرون انغدي سامونام كلوروكس مين بركينا منلو معناتنو تايد وي دغمو اومو يمنلو يتلايو نغروچن انتقمالن بدن بلا ماسلقق معناتنو بزي عينت هنيتا يتطبال وجاء عند البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها قالت إمام بخاري زند بتزقبوا يا أمة عائشة حديث من إلال
كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. أهون من آلة آلة أم عائشة عندهن يور أبا وايمة أبات نبرة كزيادة موسي قوم من تادر قالتش بوهات فقف قو نبرة كزيادة تبو قالتش لبسوان مالت نو يور أبا ينكو لبسوان بدن بادر قاتا تبو قالتش كزاوهات دفع بتنا أتك على يون كزابه على تسك دبت نبرة بلوان. አሁን አንድ ሴት አንዲት ሴት ለምሳሌ የወር አበባ የነካባት የተወሰነ ቦታ ላይ ግዴታ ሁሉ ማጠብ አለባት ግዴታ አይደለም የነካውን ቦታ ብቻ ማጠብ ትችላለች ነገር ግን ያው በደንብ የጠራና ለመልበስም አመች እንዲሆን ሙሉን ብታጥቦ ጥሩ ነው እንዲሁም ደግሞ እንዲሁም እሺ የወር አበባ መጣባት አንዲት ሴት ነገር ግን ልብሷን አልነካውም ምንም ነገር አልነካም የግዴታ ማጠብ አለባት የግዴታ ማጠብ የለባትም ከነካው ነው የምታጠበው የነካውን ቦታ ማጠብ ትችላለች ከፈለገች ሁሉ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ለማውሰ ጠይቀው የወር አበባ ያለው ልብስ የነካው ልብስ ከሌላ ጋር ቢታጠብ ምን ችግር አለው ለሚለው መልስ ምን ታደርጋለች በደንብ አሁን ታጠበውና ከዛ በኋላ ከሌላ ጋር ለምሳሌ የመጨረሻው እጥጥበት ላይ ቢታጠብ ምንም ችግር የለውም ለምን ነጃሳ ወደ ሌላው እንዳይተላለፍ ለምሳሌ ነጃሳ ያለው ልብስ ውሃ ከነካውና ነጂሱ ከተወገደ ከዛ በኋላ ይቀረው ምንም ችግር የለውም ብለዋል ዑለማዎች والله اعلم ስለዚህ بارك الله فيكم ስለዚህ በዚህ አይነት ታጥቦ ይሰገድበታል ማለት ነው ከዚህ ውስጥ የምናገኛቸው የተለያዩ ፋይዳዎች አሉ አንደኛው ሐዲሱ የሚያመላክተው የወር አበባ ደም ነጅስ እንደሆነና ትንሽም ይሁን ብዙም ይሁን ልብስን ከነካ ያ ልብስ ያ የነካው ቦታ መታጠብ እንዳለበት ነው እንግዲህ ይሄንን ዑለማዎች ኢጅማ አድርገውበታል ብለዋል ነዓም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ደም የነካው ልብስ ሳትሰግድበት በፊት እንድታጥበው ስላዘዙ ነው ማለት ነው ነጅስነቱን ያመላክታል አሉ። አንደኛው ፋይዳ ይሄ ነው። ሁለተኛው ፋይዳ አንድ ነጅስ የሆነ ነገር ልብስ እንከነካ የሚዳሰስ ነጅስ ያ ነጅስ ሊጠፋ ሊወገድ ይገባል። ያ ነጅስ ሊወገድ እንደሚገባና እንዲሁም ደግሞ ለምሳሌ ደረቅ ከሆነ ይተፈግፈው የሚወጣ ነገር ከሆነ መፈግፈግ እንደሚያስፈልገው ከዚያም በውሃ መታጠብ እንደሚያስፈልገው ምክንያቱም የቀረው የነጂሱ ክፍል እንዲወገድ ይሄ አይነት ተርቲብ የግዴታ በዚህ አሁን በተናገርከው ቀደም ተከተል ማጠብ አለብኝ ወይ ለሚለው ግዴታ አይደለም ነገር ግን ዋናው የሚፈልገው ነጂሱን ማስወገድ ነው ይሄ መንገድ ግን ቀለል ያለውና የገራው ነው ማለት ነው ነገር ግን ለምሳሌ በተቃራኒ ብናደርገው እንበል ነጂሱ ገና ልብሱ ላይ እንዳለ ሳይፈገፈግ ውሃ ውስጥ ቢነከር እንዴት ይሆናል ነጂሱ እንዳለ ልብሱን ያዳርሰዋል ይቀልጥበትና በውሃው ሰበብ እንዳለ ልብሱን ያዳርሰዋል ነጅስ ያልነካውን ቦታ እንዲነካው አደረግን ማለት ዑለማዎች ናቸው እንደዛ የሚሉት ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ መጀመሪያ ፈግፍጉት ኦኬ ነጅሱ ሊወጣ የሚችልበትን ቦታ ፈግፍጉና አውጡ ከዛ ውሃ አድርጉበት ነጅስ የነካውን ቦታ ነጅስ የነካውን ቦታ በውሃና በሳሙና ምናምን ነገር እጠቡት ይወገዳል ከዛ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ማጠብ ካስፈለገ ሙሉ ለሙሉ ካጠባችሁ ይቻላል ይሄ ነው የሚሻለው ማለት ነው ሁለተኛው ፋይዳ ይሄ ነው ሶስተኛው ፋይዳ አንዲት ሴት የወር አበባ ደም የነካው ልብስ ከወር አበባ ከጠራች በኋላ
يا ويور أبابا ينكو لبس ملو لملو أطبا مالتم نجاسون ملو لبسون ما تب قد يثار لب نجاسا ينكو بوتا أسوق قدا بتسجد بتجلال لو شو يلميلو آو يلميلو ملس مكنياتهم النبي صلى الله عليه وسلم كذابوا على تسجد بات بلوالنا إيه يم يسايو لتسجد بات اندم تجلنا ومالتنا سلازي من قالوا علموش إن حديث الباب هي حديث من أقوى الأدلة في وجوب تطهير الثوب للصلاة واستدل بعض أهل العلم بحديث الباب على أنه لا بد من في غسل النجاسات من الماء وأن النجاسة تزول بغير الماء وسبق الخلاف بإيش أقولي عندنا طهارة وش بوها يقديتا موقر اللباتشو يا لوها ميموقر طهارة عندنا إسلام يقول لك كتابات الله سنمر انديتنو بنفاس بس هاي يمي وقرو نجاسة وچن دالو كذي بفيت بدن بتمرنال النزان درس وچ تمرلسات چو سمو سلزي ليلة وكذي يمننا جنيو حديث اندم التاستاوسو انديتنو لتلو تشلال لك سايد تاتبكو يمي طرال لمسالي عند أعرابي عند قطر سو مطانا نبي صلى الله عليه وسلم مسجدوست شنتو لككو وانا كورنر لا هيدنا انقدي تاك على تو بزا زمن فرشال نبراچو اندوم يا مسجد يتوسلو كبل في اللي فيتو تشفنوا هلا ويل تشفنن طاريا وراسو معناتنو مريتو دغمو مندنو اشوا نبر ميسجدوبت الناس ودا هو على لا هيدنا زغا دنبلو ترى مريت مسلو تشن غقرينو منم يمياقو نغيرو صحابوچ ما ما تو تو بلو تقوطوت بتقوطوت غيزي نبي صلى الله عليه وسلم منالو لا تزرموا لا تقطعوا عليه بونه اتوت شنتون اتقوارطوا بتوتال سويهو شنتون بشناننا قرسنا حاجاون قرسو متى بمتى غيزي نبي صلى الله عليه وسلم استمروا اندزي عينت بوتاوچ مسجدوچ لذي عينت نجاسه نغروچ ايهونوم بلو طبعا كذابه فيت لك سو يوسي جرس وها دفو بتالو نبي هي نو واناو گداچن ازيغا محل الشاهد هي نو ليلو يفلكوت انام وها دفو بتالو نبي صلى الله عليه وسلم شي سو يوشن وها دفو بت مريت تطو اشوا سنه هنا بزا مسرت وهاو ياننشنت اسوگدو اياچو التاتب غنا يا عبر كذا تقفرو يوطا شو يوشنت ذا موطات علبت علالو وها دفو بتالو بمطام غزي سويو نبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد ان زي مسجدوچاكن لذي عينت نجاساوچ يتغبو بوتاوچ ايدلو منا اندزا اندات دغم ابلو قص بلو استماروت اسوم دس بلوت نبي قص بلو سلا استماروت من قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم اهنا احد اني ان نبي محمد يا رب رحمتين ارجل كنيا قال احدم سو اندادبالك نبي صلى الله عليه وسلم لقد هجرت الواسعة يا الله رحمة سفينه أطببكم سلزي قالوت لما ننيوم محل الشاهد الزيغا لنوقو يمي قبا بزي عينت كتاتب بكينو مالتنو يتوسنو نجاسا وينكوون بوتا بيتش أطباتشو بتتووت تقريلو نقرقن بزو دميان لو كوهونا من تارقان لا تقدم من دالكوت يا دمو ينكوون بوتا مجمريا بدراكو مفقفق كازي عبوها لا دقمو اوكي كذا بحالا وها ارغنبت يا نجس ينكون بوتا بيتشا ما طب كذا اندا لك فلقن كلهم كاطبن انشلالن نجسون اسكاس وگدن درس ملون كالا طبنم چگر يلو طبعا ازيغا ممطاباچو انداند انانت يمتيقواچو كور ابا غار يتيازو طياقيوچالو كور ابا دمغا ان شاء الله انسون انداند ني ماستاوساچو اني امطاچوالو ان شاء الله انام من قالوا أرادتنيو ليلة وفائدة علموش جواز سؤال المرأة أما يستحيى من ذكره لما في ذلك من رفع الجهل عن النفس والتفقه في الدين نعم عندي ست سنة دين علموك يمتا عند سووت ليافرو ليسافراتو يميقبا نقر ننكوا بتطيق إراسوهم يا لواك إنتن كسوا لما سوقت أو لما سالي بزي قد داي لا أتاكم نام طيقك الحمد لله أوك أجمالتنو
عندهم دقمو عندهم دقمو أوقاتن شمرج جه جاهل النتن أسوقر كراسوام كليلة بس وسبب إني أيوه بزونا غير أوقن بس وسبب هي وإني ما أوقن أسوام أوقج أوقاتن جاهل النتن أسوقر كرو أكلا سوا كرا أكلا ولاي بما تيجي ترى داشنا أوقات عجنيش عند الزه ما تيجي سيد الجوج بيتيجو نور أيدلم عند نور أي تاي مالتهم روى مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت إمام مسلم كعائشة رضي الله عنها بزقبت حديث نعم النساء نساء الأنصار الله 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 يا رب كن السوغار يوم القيامة كسكسا يا الله يا ربي كنبي صلى الله عليه وسلم صحاب وشقار يوم القيامة كم مكسكس أرقن يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي يا الله من آلت أمة عائشة رضي الله عنها يا أنصار سيتوج أنصار مالت يا مدينة نواريوتنا جو نبي صلى الله عليه وسلم يتقبلوا جو يستقوا جو أنصار بالالو أنصار وج دنك سيتوج نبرو يا أنصار سيتوج دنك سيتوج نبرو أفرت أفرت سلا ديناتشو كما وك الكلكلاتشوم أفرت ديناتشو كما وك على راك أتشوم على سوق قداتشوم ديناتشو لما وك يطيقو نبرة تستاوك ألا تشو وفد النساء يمت بالوا يا تشنجنا تاريخ وانك زي بفيت بس فيو تملكتنا ما شاء الله أسماء بنت عميس إن ليلو تشنو يا أنصار سيتوش دنك دنك تياكي وطيقو الناس بطيقو تياكي وش أنيا بزو نجر زارين درس يتذكى من يالنو أسكا كياما درس إيه نجرم يميكت ليهونال إن شاء الله تعالى سلزي وندمي أتفر سلدينه طيق يمي أسافرو مسرقن ما طيق عدد مسرق مونينت بچل لما وست منور بلطت دغمو سله دي لما وك متيق اني زاري سله بوليتيكا كاهون جمرني لاند سامنت باورالاچو من يهل يچمرلاچو منم اكو بزو مچمرلاچو نغير يلا لمن بيبال ادناغراچو يهونال يهو سوت يادناغ انديت يادناغراچو اندهونه انقلف اسطتواچوال انديت انقلف انداتاتچونا انتو تاقالاچو يواشال ببوليتيكا وست ودراس غورا لمساب يتلايو زديوچ متتقم يمطال ديناچن گن يمي انغري اندالگوت اند سامنت باورا كوستو متاگنيوت منالبات وي فري البانو فريم بينورو اجج يانسا ديناچنن گن سنمار ديناچنن سنمار لأنديت دقيقة يمن الناقرات تلق وطي تاسايال لك جاهل النتن الناس وقد ببتالن أوقاتن انش أمر ببتالن كاش ألما ودبرهان النوت ببتالن الله سبحانه وتعالى النامالك ببتالن يا نبي صلى الله عليه وسلم فلق النكتل ببتالن لراساتشن بنسعنا عند النور سببي هون اللنال بيتسابو تشاچنن كچلما ودا برهان اندي وطو كشرك ودا توحيد اندي تغيرو كبدعا ودا سنة اندي مطو سبب هنون الله بولتي كنيوش كهونن جن انقبات رالن نفس ودارو چنهون الله زرنيو چنهون الله بهرتنيو چنهون الله پارتيو چن يوببنگف لاي انقادل الله انچقاچق الله انسداداب الله عندو عندون من البات دمون ميا فسبتون يتايمات قال نسأل الله العافية النام بزاينت كقطلن زرنينت اهون اند تسفافو اي تسفافا يهدال لهاجرم طنقنو لأمهم طنقنو لمهبرسبهم طنقنو لبيتسبم طنقنو لجلسبم طنقنو سلازي انيا باهونو ساعات عند أستي لطيق أجو سنت نقر تمرنا سنت نقر تمرنا لم السالي لبلش لم السالي لبلها أنت وندم عندهم أستي سيتوش عندها تملس وندوش النوم طيق
ወንዶችን ነው መጠይቀው ብዙ አይላችሁ ያላችሁትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በረካ ያድርግባችሁ አላህ ከፍ ያድርጋችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱንያችሁን አኺራችሁን ያሳምርላችሁ ያገባችሁ ትዳራችሁ የሰመረ ያድርግላችሁ ያላገባችሁ صالح سيد الله يوفقاችሁ صالح የሆኑ ልጆች الله ይረዝቃችሁ የምትሰሙኝ ወንዶች ሁሉ መጠይቀው ጥያቄ ለወንዶች ብቻ ለሴቶች አልጠየቅኩም ሴቶችን ስላልጠየቅኩ እንዳትመለሱ ሴቶችን አልጠየቅኩም እንዳትመለሱ ቀለል 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 ያሉ ጥያቄዎች ነው መጠይቀው አንደኛ እንግዲህ ብዙ ጊዜ አሉስ ወደ ሁለተኛ ወደ ሶስተኛ ጥያቄ ተላልፋል ለወንዶች ብቻ ነው ሴቶች አልተጠየቃችሁም ፕሊስ እንዳትረብሹ ኦኬ እሺ ወንድሜ የወር አበባ በሴት ልጅ ላይ መምጣት የምን ምልክት ነው ብያለሁ ቀደም ልብ በሉ የሴት ልጅ የወር አበባ